أكد مؤتمر حضرموت الجامع بأن على الحكومة أن تفي بجميع التزاماتها تجاه حضرموت بما يشمل القطاعات الخدمية، كذلك حصة التنمية من مبيعات النفط في أوقاتها المحددة، حتى تتمكن قيادة المحافظة من تسيير شؤون العمل وفق الخطط المرسومة لذلك. وقال في تصريح لناطقه الرسمي الأستاذ صلاح بوعابس إن ما يحدث من تأخير وتسويف في الإيفاء بهذه الضروريات من قبل الحكومة أمر غير مقبول، وله انعكاسات سلبية على حياة المجتمع في حضرموت وسبل استقراره، موضحا بأن ذلك سيؤدي حتميا إلى اتخاذ مواقف لمواجهة هذه اللامبالاة وعدم احترام المجتمعات.